المكونات بتاعته عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مية، معلقتين كبار مية، ألوفيرا جل، معلقة واحدة ألوفيرا جل أو جل الصبار، ربع أو تمن معلقة بنزوات صوديوم، ودي مادة حافظة عشان احنا طبعا هنعمل كمية مش هنستخدمها دلوقتي وممكن تقعد معانا أكتر من سنة، فيفضل ان احنا نبقى نحط لها حاجة بتديها عمر أطول. عندنا زيت جلسرين، عندنا ألوان طعام، عندنا جايب لونين، لون أحمر ولون بينك، عندنا مكسبات طعم، وكمان عندنا قمع صغير، وعندنا اتنين عبوات بنقدر نحط فيهم المنتج اللي احنا هنعمله ببلية دوارة عشان تبقى سهل قوي البنت تقدر تحطها على شفايفها او على خدودها او كآي شادو. تعالوا نشوف الطريقة المظبوطة ان احنا نقدر نعمل بيها المنتج ده بدون اي مشاكل. اول حاجة زي ما قلنا هناخد معلقتين مية كبار، وده المعيار بتاعنا، معلقة ودي التانية. اوكي، بعد كده هناخد تمن معلقة بنزوات صوديوم، ولازم نقلبها كويس جدا، تمن يعني حاجة كده بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي نقلب كويس جدا. مهم قوي ان احنا نبقى بنقلب كل حاجة، كل خطوة بنقلبها كويس. حطينا المية وحطينا بنزوات الصوديوم وبنقلبها كويس جدا. هنضيف معلقة ألوفيرا جل كبيرة برضو. اوكي، ونقلب. قلبنا المنتج كويس، وبعد كده الخطوة اللي بعد كده بنحط التمن معلقة شاي زيت جلسرين، وده زيت الجلسرين ده غير اللي بيتباع في الصيدليات، ده بيتباع عند العطار. يعني زيت الجلسرين حاجة والجلسرين اللي بيتباع في الصيدليات حاجة تانية. تمن معلقة، دي قلنا انها نص معلقة فهنحط ربع الكمية، حوالي نقطتين او ثلاث نقط. وبرضو نقلب كويس جدا، كل خطوة بنعملها لازم نبقى بنقلب كويس جدا ونتأكد ان هو كله دخل في بعضه. وبعد كده نبتدي بقى نلونها. احنا دلوقتي هنجرب، هنعمل حاجتين. اول حاجة هنعملها باللون الاحمر زي ما احنا شايفين دلوقتي. ونقلب كويس. اخر خطوه هنبقى بنعملها بعد ما نقلب المنتج ده كويس ان احنا بقى نحط عليها فليفر، نحط عليها حاجه تدي طعم حلو للمنتج نفسه عشان لما بنحطه على الشفايف يبقى طعمه كمان ظريف. بعد ما بنخلص تقليب كويس جدا بنبتدي بقى نجيب العبوات اللي احنا هنعبي فيها زي ما وريتها لكم قبل كده، فيها بليه دواره بنشيلها، نبتدي نحط القمع بتاعنا. اوكي، ونبتدي نملى العبوه بتاعتنا. ما نملهاش على اخرها طبعا عشان نقدر نتحكم فيها بسهوله. بكل بساطه زي ما انتم شايفين اللون بتاعها عامل ازاي.